الحكم محمد طارق يرفع دعوى قضائية على نادي الجنسية بسبب الاعتداء على سيارته الشخصية في إحدى المباريات. متابع اللي صار بمباراة التاجي بمباراة كربلاء والجنسية اعتداء على الطاقم التحكيمي. أنا بصراحة طبلي الإداري مالتهم وضربني هنا بكتفي نادي الجنسية. زين خلصت المباراة طلعنا بالجراج ألقى السيارة مالتي كلتها مشخطة، يعني حفرية حفر. زين لا أحد دخل، لا يعني لو ما أمن الملاعب كان بصراحة أذونا كلش. زين دا أناشد أنا وزير الداخلية إنه ياخذ لنا حقوقنا، وخاصة إحنا الحكام الشريحة الوحيدة المظلومة بالمجتمع الرياضي. قدمت دعوى أنا بعد ما انتهت المباراة بمركز شرطة التاجي، وان شاء الله الدعوه باكر امشي بيها. قالوا لي ان الاحد كان جمعه وسبت ماكو دوام، فباكر ان شاء الله يعني اتخذ الاجراءات القانونيه بحق نادي الجنسيه، فاريد حقي من ناحيه التعويض المادي على السياره ومن ناحيه اعتذار من النادي.